خدنا النقاش لمسألة مهمة جدا، وهي التهديد باستخدام السلاح النووي، لأنه على مدار الأشهر الماضية ومن بداية الحرب كان دايما في شعور وانطباع أنه دي مسألة مستبعدة جدا، وأن العالم اللي تعلم أو مر وخاض تجارب ودروس نووية في الحرب العالمية يستحيل أن يكرر هذه الأخطاء مرة أخرى. هل ما زال الشعور بأن السلاح النووي واستخدامه هو أمر مستبعد في الحرب الروسية الأوكرانية؟ ولا اختلفت الأمور؟ للأسف لا، يعني أصبح الحديث عن السلاح النووي يعني كتير جدا، تقريبا لا يمر يوم إلا بنسمع تهديد من تحديدا من روسيا باستخدام السلاح النووي، بنسمع ميدفيديف بيتكلم كتير قوي في هذا الموضوع. آخر خطاب للرئيس بوتين من حوالي يعني أسبوع تحدث عن ثلاث حاجات في استخدام النووي. قال إحنا لما انسحب من الاتفاقية، أولا الدول الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية انسحبوا من كل الاتفاقيات اللي كانت ممكن تقيد استخدام السلاح النووي. المعروف السلاح النووي بيستخدم على ثلاث مستويات، إما كان على صواريخ قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى. الثلاث اتفاقيات انسحبوا منهم، اتفاقية اسمها INF اللي تم توقيعها سنة 87، وهذه الاتفاقية انسحبت منها أمريكا وروسيا في أغسطس 2019. اتفاقية INF كانت بتغطي الصواريخ القصيرة والمتوسطة، إنه بيقولوا ممنوع نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة والتي تحمل رؤوس نووية في أوروبا. الاثنين انسحبوا منها، ده رقم واحد. وفي الستارت نيو ستارت أو ستارت الجديدة اللي انسحب منها الرئيس بوتين من خلال أسبوع، دي كان وقعها الرئيس باراك أوباما والرئيس ميدفيديف في 2010، وكانت بتغطي الصواريخ الطويلة المدى أو الصواريخ العابرة للقارات أو الصواريخ فرط الصوت اللي ممكن تحمل صواريخ رؤوس نووية. انسحبوا منها الطرفين. كان في اتفاقية أهم من الاثنين اسمها اتفاقية السماوات المفتوحة. الاتفاقية دي كانت بتعمل ايه؟ انه يسمح للطائرات العسكرية من الطرفين انها تزور الطرف الآخر بس بدون ذخيرة، يعني بدون صواريخ. كان الهدف منها انها تفاجئ الطرف الثاني وتشوف هل هو فعلا ملتزم بالاتفاقيتين INF ونيو ستارت ولا لا. برضه هم الطرفين انسحبوا منها، وبالتالي يستطيع ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه بدون اي شيء. ده رقم واحد. رقم اثنين، الرئيس بوتين قال ان ما يسمى بالمثلث النووي او وسائل توصيل القنابل النووية لأهدافها وصلت في روسيا لنسبة 91%. بمعنى ان روسيا النهارده جاهزه انها توصل القنابل النووية دي لأهدافها بالثلاث وسائل او المثلث النووي، اما بالصواريخ اللي بيتم اطلاقها من الارض على الجانب الاخر، او من البحر على الجانب العدو يعني، او من القاذفات او الطائرات اللي بتمشي مسافات طويله جدا زي القاذفات بي 52 اللي هي عند امريكا. ده رقم 2. اسلحه نوويه تكتيكيه محدوده، مش زي ما الناس متخيله زمان بقى الفج عش الغراب الدمار الكامل بالظبط. ده المتغير الثالث بقى المتعلق ان نوعيه القنابل النوويه الجديده، لان من ساعه ما وصل الرئيس دونالد ترامب البيت الابيض وضع خطه لتطوير كل القنابل الامريكيه القديمه، وحط في الميزانيه الامريكيه اللي احنا بنشوفها كل سنه، يعني السنه دي 850 مليار دولار، ال 850 مليار دولار منهم 100 مليار لتطوير القنابل القديمه وتحويلها من قنابل كبيره لقنابل صغيره اللي تسمى قنابل تكتيكيه. الامر ده خطورته انه بيشجع فكره استخدام النووي، يعني خلال بيشجع التسليح عامه نووي. يعني مثلا الاطراف الاقليميه بتتسلح يعني. صحيح يعني خلال ال 80 سنه اللي فاتوا من الحرب العالميه بتاع كوريا الشماليه برضو شرب حيله الايام دي. والله يا عم صواريخ جديده وقنابل جديده وقنابل جديده بس القنابل التكتيكيه النهارده بقت مثلا لدى الولايات المتحده الامريكيه حوالي 1500 قنبله تكتيكيه صغيره. نفس الامر بالنسبه لروسيا، ده بيشجع الطرفين انهم يستخدموها، لان القنبله التكتيكيه ممكن تستخدم في مكان في شارع مثلا صغير، في مقدمه جيش، في بلد صغيره زي باخموت، بلد صغيره زي سوليدار، في مدينه ممكن حتى الاشعاع بتاعها يحصل عليه خلاف، هل هو اشعاع نووي؟ هل زاد؟ هل شكل اللجنه بقى وحليني.